سن. سادة الأجلاء، المكان مليء بالسادة القراء، وفي هذا المقام أذكر قول سيدنا سفيان الثوري حين قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، من أكرمهم أكرمه الله، ومن أهانهم أهانه الله. ويكفيهم شرفا أن جعل الله قلوبهم أوعية لكلامه. ولا زلنا في رحاب هذه الليلة نشم أزهارا ونقطف أزاهير في رحاب القرآن الكريم، شاكرا فضيلة القارئ الشيخ محمد سليم وكل من توافد إلى هذا المقام القرآني العظيم. أدعو العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ حسين عبد الجواد، أدعو فضيلته إلى منصة التلاوة كي يمتعنا بدقة الأداء وجمال الصوت، فليتفضل فضيلته مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم كان أمة Yeah.
كلنا لنادي قداسه نحن نصلي على النبي. عسل عسل عسل. إلى رهيما you
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا
غزوة أحد صلى على النبي وفيها استشهد حمزة عم رسول الله والذي لقب بأسد الله ومثله بجثته فحزن النبي عليه حزنا شديدا وتوعد قائلا لئن مكنني الله منهم لأمثلن بسبعين من أهل مكة فأنزل الله هذه الآية الكريمة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. من خواتيم سورة النحل تلا علينا هذا القارئ برغم أنه صغير السن وقصير القامة إلا أن له مع القرآن شامة وعلامة وله بالإزاعة مكانة مرموقة بين قراء الجمهورية الشيخ حسين عبد الجواد المقيم بن شاص الرمل مركز بلبيس. باسم الأسرة الكريمة أشكر لكم جميعا. وجتني فكرة دلوقتي جت على بالي قد يزاع في القناة الأولى بعد أيام هذا البرنامج وتحدثت فيه برنامج وائل براش وكانت الحلقة تسجل من بيتي فتحدثت فيه يسألونني عما يدار بليالي القرآن بصفتي أقدم المذيعين وأكثر الناس ظهورا على الإنترنت فذكرت أن قرية الظهرية وقرية صفيطة مركز الزقازيق ليس بهما عاقل واحد لأنهم اشتغلوا بحرفة الفضل فيها إلى الله ثم إلى مؤسسيها ففي قرية صفيطة أسسها المرحوم أشرف وفي قرية الظهرية أسسها الأخ الكريم مصطفى السيد علي ثم تحدثت أيضا أن هذا الأمر قد تطور إلى أن بعض العزيان الكبيرة عند أصحاب المناصب الكبيرة يطلبون بعضا من البنات لتقديم الضيافات للستات فكانت المذيعة مستعجبة جدا ازاي ده قلت ما هو الامر بكل يوم بيتجدد فقد تكون هناك فكرة لشخص معين تنتفع بها بلده وطبعا لما اقول كده واقول مصطفى السيد علي يبقى توفيق ومحمود ابو صابر وكلكم كلنا نعترف باستاذنا كلنا محدش يزعل وانا بشكر اخي مصطفى السيد علي لكن دلوقتي بقى عشان ما كملش واقول قالت يعني القراء وقلنا ايه الليلة جميلة جدا حقيقة انا بشكر كل المستمعين اللي جايين يسمعوا القرآن ويتدبروا القرآن ويعشقوا جمال اصوات اهل القرآن
وهذا ما قاله نبينا الكريم: زينوا أو حسنوا القرآن بأصواتكم. وإن كان في بعض الناس أو كثير من الناس بمل من سماع القرآن، في أكتر منه بيعشق سماع القرآن، لأن سيدنا النبي قال لنا في الحديث: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وكذلك ورد عن سيدنا الحبيب النبي أنه قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فبيقول له: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: لكني أحب أن أسمعه من غيري. وسيدنا المصطفى لما استمع للقرآن من في أبي موسى الأشعري قال له إيه؟ قال له: لقد أوتيت مزمارا. لما واحد النهاردة بيشجع شيخ ويقول له: أنت جميل، في واحد ما تسكت يا عم. لا، ده سيدنا النبي شجع اللي بيقرأ. قال له إيه؟ قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فبعد ما خلص القراءة بقول له: يا رسول الله، والله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. خد بعد كده صلي على رسول الله. ستنا أم المؤمنين السيدة عائشة تقضي حاجة لرسول الله. اقعد يا ابو عمير، اقعد يا ابو عمير، اقعد يا ابو عمير، عشان مش بكره تبقى في لسان المشايخ سيره. اقعد يا ابو عمير انت والشيخ صلاح عشان تسمع الشيخ علي. ستنا السيده عائشه بتقضي طلب لسيدنا رسول الله. لما تقعد مجلس سيدنا رسول الله تلاقي فيه من قدام كده شويه مساجد كده، من ضمنهم مسجد اسمه مسجد الغمامة. ده مكان الغمامة اللي كانت بتغطي حضرة النبي في الهجرة، راح جاية هنا ووقفة، فبنوا مكانها مسجد اسمه مسجد الغمامة تخليدا لهذا الفعل من احداث المعجزات لرسول الله. سيدة عائشة اتأخرت، بقت بعد المغرب بمدة، فبيسألها سيدنا النبي: ما أخرك يا عائشة؟ والله بالإفصاح مشتاق أسمعك الصلاح بأدائك الوضاح. ما أخرك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، وأنا أمر بمسجد الغمامة سمعت الإمام يؤم الناس في الصلاة فأعجبني صوته الندي. ستنا السيدة عائشة انبسطت جدا من رجل بيقرأ جوا الجامع وصوته طالع برا، صوته جميل. قالت: يا رسول الله، عند مسجد الغمامة سمعت الإمام يؤم الناس في الصلاة فكان صوته ندي، فما كست عند باب المسجد حتى انتهى من صلاته. أنا دني لما الشيخ خلص، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في الإسلام مثل هذا. أيها الإخوة الأحبة، طبعا سيدنا الشيخ علي شميس المعدن النفيس، وبين القرآن خير جليس. عد الكلام النفيس عشان ابني بتكلمني شبه في تحسيس. بين اهل القرآن خير جليس واداؤه حسيس، وقد يمتع النفس باحسن الاحاسيس. وعايز اقول لاخواننا، لما يكون الشيخ بيقرأ في ناس بيبقوا عاشقين السمع لدرجة عارفين الحرف ده طلع ازاي، صعب عليهم هم يجيبوه، الحاجة دي اتت ازاي، فبيقوموا يشجعوا اكتر. فطبعا هي الليلة ليلة قرآن وليلة مفتوحة بيبقى فيها شيء من المحبوحة، فلازم نبقى عايشين مع القرآن بالروح
وبالسمع وبالتدبر عشان هنسمع كروان الفجر بالإذاعة المصرية. قمر قراء محافظة الإسماعيلية اللي دايما يتحداني ويجي عليا، بس والله العظيم العملية هي هي. سيدنا الشيخ علي أبو شميس يتفضل مشكورا. مشكورة.